عليك وينك لهلا؟ اختي ليش ما قلتي انه بدر بيشتغل جنبك بالحاره؟ اوبا شلون عرفوا؟ قلنا ساعتين انا وياهم على نفس الموال وما عرفت مين خبرهم، بس طوشوني عن جد. مين قالكم هالشي؟ هو قال لي، بس من وين دري؟ هذا المهم هلا؟ المهم انك خبيتي عنا هيك خبر. كان لازم تقولي لنروح نكسر راسه لبدر. ولهيك ما خبرتكم حكمت. والله يا لميس ليش الكسب هالمره؟ حكمت معه حق، كنا خوفناه شوي على القليله. شو عم يعمل هنيك هاد؟ احمد عن جد عم تحكي؟ انت شايف كلامي مظبوط؟ هلا سكر لي تمك يا، كنتي قولي ما بتوثقي فيه لهيك ما حكيتي، هيك بتزبط معي. لو خبرتيني إلي كنت حليت الموضوع وبأرضه. عم قول لحالي ليش احمد قال معي حق وقف بصفي، وليش ما توثق فيني بالله؟ كأنه ما بتعرف حالك شو مساوي ابدا. اذا طلعت متزوج ومرتك حامل، شو بده يكون في اكثر من هيك سبب برايك؟ معقول قديشك ذكي؟ على طول بيطلع الحق علي وبتلوموني لإلي. لانك على طول عم تخبص. طيب ماشي، اذا كنتوا حابين تشوفوا بعينكم تعوا بكره على المحل. عن جد؟ ايه، بس بدون عياط وبدون ما تعملونا مشاكل. ماشي، اذا بدكم خوفوه من بعيد وبس. تمام. طيب ماشي. بعد ما قلت طلع من حياتنا هالواطي. اوه لميس؟ ايه حبيبتي، شو ما نمتي؟ لا لسه ما نمت وما اجاني نوم. يعني تركتي الاستاذ سليم لحاله بالحفله ورجعتي؟ ولك ايه صحيح، نسيت قلك، نسيتي تليفونك والزلمه اتصل وانا قلت له ليش لميس ما انا معك، قام سكت وما بعرف شو صار له. والله عيب علي عن جد. وانتي ليش عم تضلي تغلطي بحقه هيك؟ ما بعرف، بس اكيد مو قصدي اني هينه. أنا اتضايقت، ما في داعي تزيدوها علي كمان، مالي ناقصة. ما بعرف أنا ليش هيك سويت وما عندي جواب أصلاً على هيك سؤال. خلص اتركوني ارتاح. صحيح أختي، بقيان سؤال واحد. زينب وين بدها تنام؟ في زينب كمان، مزبوط. شو رأيكم نروح بكرة سوا على الفيلا؟ بلكي أبوكم بترجع له الذاكرة هيك. أنا من الأول كان بدي ناخده لهنيك، بس اختي لميس منعتنا. انا بساعدكم فكره، خلص روحوا بكره وانا باخذ ابوكم معي وبنلتقي هنيك. رضا عم تحكي انه بتقدري تعملي هيك؟ ايه طبعا، وليش ما بقدر؟ شو عم تساوي؟ ولا شيء اختي، بس قاعدين، يعني ما وسعنا جوا فاجينا لهون. طيب الليله رح نغير نظام النومه. شو رح يتغير؟ رح تعرفي لو صبرتي. ليكي يا شرنة، على فكرة أنا كتير مقهور منك، أصحك تطلعي فيني هيك وما بدي أسمع صوتك العالي، فهمتي وليه؟ يلا نقلع من هون يلا. على أساس فقدت الذاكرة بس ما نسيت تتضايق مني مع أني ما قربت عليك. يا الله دخيلك. شوفي يا لميس، يمكن صحيح فقد ذاكرته بس ما بيقدر ينسى الناس اللي بيزعجوه، وأنت كنتي كل الوقت ما عم تهتمي بأبوكي. اقسم بالله من اول ما شفت لهالبنت ما طقتها، لا ورافعه حواجبها كمان. يلا حلي عني. بكفي. مشان نعرف كيف رح ننام هلا. زينب انت بتيجي معي، انت بتنام هون، خليك هون مو مشكله. منيح. وانت رح تنامي بالصالون مع حكمت، كل حدا على صوفاي. بالصالون برا وقدام الرايح والجاي. اذا مو عاجبك اطلعي على الطابق الفوقاني لكان. ايه فوقاني؟ شو صدقتي؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.